السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي الأوفياء، سعدت باللقاء معكم من جديد في وصفة اليوم، وهي عبارة عن كما كتشاهدوا معنا طاجين اللحم بالجلبانة والبطاطس بطريقة إن شاء الله مبسطة ورائعة. نمر الآن إلى المقادير إن شاء الله وطريقة التحضير. معنا بالنسبة عندنا الطاجين ديالنا كما كتشاهدوا معايا، عندنا جوج حبات البطاطس، عندنا الجلبانة أو البازيلا، البازيلا، عندنا جزرة مقطعة على هذا الشكل هذا، عندنا بصلة مقطعة هي على هذا الشكل هذا، عندنا اللحم ديالنا الكمية اللي كاينة، عندنا هنا تقريبا شي جوج معالقات فيهم القزبر والمعدنوس مخلطين. بالنسبة للعطرية عندنا نصف ملعقة ديال الملح حسب الذوق، نصف ملعقة ديال الإبزار الأسود، نصف ملعقة صغيرة معالق صغيرين اللي كنقول أنا دابا الكركم أو الخرقوم، ملعقة صغيرة من سكنجبير، ملعقة صغيرة ما عمرش بزاف من الثوم المهروس، وعندنا واحد شوية ديال الزعفران، وهنايا عندنا واحد 6 معالقات كبار ديال الماء. بسم الله على بركة الله، نبدأ في تتبيلة اللحم ديالنا. بسم الله على بركة الله الإخوان، في إناء بهذا الشكل هذا نضيفو المكونات ديالنا كاملين ديال العطرية. بالنسبة للزعفران غادي نحاولو نحكوه بيدينا بحال هكا، وغادي نضيف المكونات كاملين في إناء، نزيد عليهم الثومة ديالنا ونضيف عليهم الماء ديالنا، نخلط المكونات ديالنا مع بعضياتهم ونضيف عليهم الربع ديالنا، هاد التتبيلة هادي غنتبدلو بها اللحم إن شاء الله. نحاول نخلطو المكونات مع بعضياتهم على هاد الشكل هذا. بعد الإخوان غادي نضيفو اللحم ديالنا، بعد ما التتبيلة ديالنا صبحت على هاد الشكل هذا وخلطنا المكونات كاملين، دابا غنضيفو اللحم ديالنا باش نشرب لنا هاد العطرية هادي. كيما احسن من اليد شي ديال العراسات. نشرب هنا جميع العطرية اللي كاينة هنا بهذا الشكل هذا الإخوان. من بعد الإخوان غادي نغطيوه بالبابي فيلم وغادي نتركوه مدة نصف ساعة، ولا كنتو ما زربانيش بيه ممكن تخليوه تقريبا يشرب مزيان واحد ساعتين ولا 3 سوايع. هنا بالنسبه لنا غادي نخدمو بيه دابا واحد شويه، غادي نتركوه واحد نص ساعه، غادي نغطي بابي فيلم وغادي نخليه على جنب نص ساعه بعد ما تشرب من هذيك العطريه وتلق في هذيك البنه ديال العطريه، ومن بعد نرجع معكم الاخوه الاخوات. اخوان بعد ما مرت واحد نص ساعه تقريبا، بعد اللحم ديالنا شرب التتبيله ديالو كما كتشاهدوا على هذا الشكل هذا، الان غادي نمروا للمرحله ديال الطاجين ان شاء الله. كيف كتشاهدوا معنا الاخوان في طاجين غادي نصبو تقريبا واحد 4 ملاعق ديال الزيت. هنا عندي الزيت كيف قلت لكم ديما، الزيت مخلطه زيت العود مع الزيت لوسيور مع الزيت المائده، الزيت المائده زيت لوسيور كاينه في البلاد في المغرب، الزيت المائده ديما تنسى. غادي نخليهم يسخن واحد شويه، من بعد غنضيفو عليه اللحم ديالنا باش يتقلى يتقلى هادشي اللي كاين يتقلى يتقلى. خوان بعد ما سخنت لنا الزيت ديالنا غادي نضيفو عليها اللحم ديالنا باش يتقلى يتقلى. على هاد الشكل هذا، وغادي نضيفو عليه البصل ديالنا، وغادي نتركوه لمدة تقريبا
10 دقائق بعد ما يتقلى لنا اللحم ديالنا، ومره مره نطلع عليه ونقلبوه ونرجعوا معكم الاخوان بعد ما يتقلى لنا اللحم ديالنا. اخوان كما كتشاهدوا معايا بعد ما تقلى لنا اللحم ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي نضيفوا عليه مطيشه ديالنا. مطيشه ديالنا من بعد ما نسيت ما قلت لكم، عندي هنا واحد مطيشه صغيره وحكيتها، غادي نضيفوا عليها من الفوق. انت شفتي مطيشه ديال هذه كتخطر لينا المرقه ديالنا، غادي نضيفوا على من الفوق على هذا الشكل هذا. غادي نضيفو بالنسبة، غادي ناخدو هاد جمع الخضرة ديالنا غادي نرميوها في هاد الوعاء هذا، على هاد الشكل هذا. بالنسبة للخضرة ديالي أنا أصلا في الأول ما درت ما كترش الملحة، غادي نضيف عليها شوية الملحة باش مطلعش لنا الخضرة ديالنا ما بنيناش كتجي باسلة. غادي نضيف عليها شويه البزار، وغادي نضيف عليها شويه التحميره، وغادي نضيف عليها شويه ديال الاعشاب المنسمه. هاد الاعشاب المنسمه كتبقى اختياري، هي كتجي زوينه. غادي نخلط المكونات كاملين مع بعضياتهم باش الخضره ديالنا ما تجيناش باسله، ما تجيش فيها شويه العطريه على هذا الشكل هذا الاخوان. من بعد الاخوان غنبداو نسطفو. انا بالنسبه ليا درت واحد البطاطا قطعتها على هذا الشكل هذا، ودرتها درت فوقها اللحم على هذا الشكل، قطعتها ودرتها لتحت باش ما يلصقش ليا اللحم، تلصق البطاطا وما يلصق اللحم، هذا الشيء اللي كاين. من بعد نسطفو البطاطا ديالنا على هذا الشكل هذا، الجزر ديالنا حتى هو، نستمروا على هاد الطريقه هذه الاخوان. اخوان اخوات احباء الكرام، نستمروا على هذا الشكل. الطاجره من ريحته كيبان، يا سلام اللوين، يا سلام. وبالنسبه للخضره انا ديما تنعطرها من الفوق بحال هكا على هذا الشكل هذا، باش كيجيني كلشي معطر وكلشي بنين، وتجي حتى حاجه ما تجي باسله على هذا الشكل الاخوان. وغنضيفو عليهم دابا الجلبانه ديالنا من الفوق، ونستمر على هذه الوضعيه هذه الاخوان حتى نكملو الجلبانه ديالنا كامله. الاخوان غنضيفو عليه الحامض ديالنا. بالنسبه للحامض ها هو اللي كنا صوبناه من المدى مؤخرا، هذا شي شهر دابا بصوبناه، جانا على هذا الشكل هذا حسن ما تشريه من الزنقه، اصلا كيجي على هذا الشكل هذا مزيان معتبر محسن. شي نهار نصوبو معكم حتى هو ان شاء الله، علاش لا. وبالنسبه للزيتون الاخوان، انا الزيتون ما كنديروش دابا حتى كيطيب لي الطاجين ديالي، وكنديرو كيطيب لي حتى كيطيب الطاجين عاد كنديرو، وغادي واحد شويه زيت العود، ما يسمى بزيت العود، واخا هادي ما زيت العود ما عندهم والو، زيت العود هي ديال البلاد، الله يجعل البركه. وهذا هو الطاجين ديالنا الاخوان، ومن بعد نشوفوا الاخر بعد ما ينسالي ويطيب لنا الطاجين ديالنا، نمشيو معكم التقديم ان شاء الله. اخوان نغطيو على الطاجين ديالنا، الطاجين ديالنا ها هو كيطيب دابا، ناقص عليه البوطا على نار مهيله. الطاجين الا بغيتيه يكون زوين كديروا على نهار مهيله. وبالنسبه للطاجين الاخوان باش ما يتسربش لكم هذاك المرق من بعد ما كيبقى يطيب كيخرج واحد المرق من الجلب، غير هو باش تيفيتيو هذه القضيه هذه، ما تحلوش على الطاجين نهائيا. الطاجين خلوه واحد ساعتين ولا 3 سوايع يطيب على خاطرو، ين فوا تحل عليه هذيك الساعه كيخرج المرق. اوكي الاخوان، يلا تشاو تشاو، من بعد نشوفوا الشكل النهائي ان شاء الله. الاخوان هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيجي على هذا الشكل هذا، ها هو باقي كيطبخ خفيف ظريف.
نتمنى الاعجاب ديالكم وشكرا بزاف على الدعم ديالكم وفي وصفات قادمه ان شاء الله. شكرا بزاف بزاف بزاف.